Hi guys, welcome to this lesson, Types of Allomorphs. First, what is a morph? It is the phonetic expression or sound of a morpheme. When we find a group of different morphs, which are all versions of one morpheme, we can use the prefix allo to describe them as allomorphs of that morpheme. المورف هو الطريقة باش كيتنتقل مورفيم، ولكن عندنا أكثر من مورف واحد، يعني أكثر من طريقة واحدة باش كيتنطق داك المورفيم، كنقولو عليهم allomorphs. Allo كتعني مجموعة من. So an allomorph is a variant form of a morpheme. In English, the regular plural has three different morphs. الجمع اللي تابع للقاعدة في الإنجليزية كنديروه بإضافة الحرف S للكلمة، ولكن النطق كيختلف من كلمة الأخرى، بحال ما في هذه الأمثلة cakes, dogs, sizes. هذا الشيء اللي غنشوفه دابا ملي غنشوفوا الانواع ديال الالومورفس. عندنا زوج الانواع، phonologically conditioned allomorphs و lexically conditioned allomorphs. نبداو بالاولى. When the allomorphs of a specific morpheme are selected according to the phonological environment, this means that this selection is phonologically conditioned. Phonologically conditioned allomorphs هما الالومورفس للانفايرمنت ديالهم، يعني البلاصه فين جاو هي اللي كتحكم في النطق ديالهم. مثلا في الجمع كما قلنا اس كيختلف النطق ديالها حسب شنو جا قبل منها. كتنطق اس after voiceless consonants الى جات بعد voiceless consonants ما عدا الاصوات س والش والتش. مثال cats, books, roofs. وكتنطق ز الى جات بعد voiced sounds ما عدا ز ج وج. مثال dogs, rooms, toys. وكتنطق از الى جات بعد هاد الاصوات س ز ج ج ش تش، بحال branches, dishes, buses و fridges. نشوفو الباست تنس، عندنا ايدي كتنطق حتى هي بثلاثه الطرق على حسب شنو جا قبل منها. الا قبل منها voiceless sound كتنطق ت بحال في كلمه talked ولا asked، وكتنطق د الا جات بعد voiced sounds بحال grabbed ولا changed، وكتنطق اد الا جا قبل منها صوت ت ولا د بحال wanted ولا needed. كاين كذلك allomorphs اللي خاصين بالنيجيشن واللي كيعطيو الاوبوزيت ديال الكلمه. الا لاحظتوا هذه الكلمات intolerable, impossible, illegible, irresponsible، هنا n m l و r كلهم allomorphs ديال المورفيم n. النوع الثاني lexically conditioned allomorphs وكتسمى كذلك logically conditioned allomorphs. هنا التغيير كيوقع في الليكسيك ديال الكلمه ماشي غير في الصوت. غنشوفوا الحالات الاستثنائيه ديال البلورال وديال الباست تنس. بالنسبه للبلورال يقدر نديروه بالاضافه ديال شي حاجه للكلمه وكيتسمى اديتيف الومورف. مثال اوكس كتولي اوكسن، تشايلد كتولي تشيلدرن، ولا كنبدلو شي حاجه بحاجه اخرى في الكلمه وكتسمى ريبليسيف الومورف، بحال tooth كتولي teeth ولا foot كتولي feet، ولا كنبدلو الكلمة كاملة وكتسمى superlative بحال person كتولي people، ولا ما كتبدل والو كاع وكتسمى zero allomorph بحال sheep و there كيبقاو كما هما في الجمع. نفس الشيء كاين irregular past tense فيها الadditive اللي كنزيدو فيه ed في الباست، وهذا شفناه في phonologically conditioning. كيبقى عندنا replaceive بحال begin كتولي began، و superlative بحال go كتولي went، و zero allomorph بحال cut ولا hurt كيبقاو كيما هما في الباست. هادشي اللي كاين. الفيديو الجاي ان شاء الله غيكون على morphological processes and tree diagram. See you then.